السلام عليكم أحبتي في الله، أسأل الله دوام الصحة والعافية للجميع. سعيدة بلقياكم من جديد. دائما في إطار برنامج غذائي صحتي غنقدم لكم الكسكس المغربي بالخضر بالبلبولة، سميد الشعير، بطريقة مبسطة مع الشرح المفصل لكل الخطوات. ناجح ولذيذ بزاف. وقبل الانتقال للوصفة غنتشاطروا جميعا تطبيقات وإبداعات محبي شيف نادية، تحية لهم كبيرة، تتفرحوني بتطبيقكم لهذه الوصفات وإنجاحها، فما شاء الله عليكم، تنفتخر بكم وتنضرب بكم المثل للجميع لأنكم تثلجوا قلبي وتدفعوني للمزيد من العطاء، فشكرا لكم كثيرا. نبدأ على بركة الله. غادي نحتاجوا السميد الشعير اللي هي البلبولة أو الدشيشة المتوسطة الحبة، هي اللي غادي نستعمل في هذا الكسكس. خديتها من عند الجزار بالنسبة للأخوات اللي هم عايشين هنا في إسبانيا، ماشي يعني تقيدوا بهذه الماركه. راه كاينين ماركات اخرى يعني مره يعني الجزار هو تيجيب ماركات متعدده، كل مره تناخذ من عنده نوع. وهذا هو الشكل اللي الحبه المتوسطه، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. حاولوا تاخذوا هذه الحبه المتوسطه فما تتعذبناش ابدا في تحضير الكسكس، او لا مثلا لو بغيتوا تحضروا كذلك السيكوك مثلا، فهاد الشيشه اللي تتكون متوسطه تتكون رائعه. فغادي نغسلوا البلبوله ديالنا مزيان ونبقاو نبدلوا في الماء مره حتى نحصلوا على ماء اللي تيكون صافي. لاحظوا معايا الماء راه ابيض في هذه الاثناء، هذا الناتج على الكميه ديال الدقيق وديال النشا اللي موجوده بين هاد حبات يعني سميد الشعير. واللي ما بغاش مثلا يعني يحضر الكسكس بالبلبوله فغادي نوضع لكم رابط او لا روابط بعض الوصفات بالكسكس يعني العادي بصندوق الوصف بأسفل الفيديو. بالنسبة للأجسام الخفيفة فهي تطفو بالأعلى، هذا ناتج على الكثافة، يعني اللي كثافته خفيفة تطلع الفوق، وهذا هو فقط غصفة يعني الغشاء الخارجي ديال حبة الشعير، ما نخافوش منه، فتيتزول كذلك مع الغسل المستمر. ومن بعد الغسلة الأخرى تنخليو البلبولة في الماء يعني المده ديال ساعه كامله. بهذه الطريقه تتنتفخ الحبات ديال البلبوله وتتعطينا نتيجه مرضيه، ما تسمحناش كذلك في التفوار ديالها. فكان المستوى قبل يعني لاحظوا معايا المستوى فين ارتفع من بعد ما خليناها المده ديال ساعه، يعني كان المستوى قليل ناقص ودابا انتفخت، وبالتالي المستوى ديال هذه البلبوله ارتفع معنا. الان غادي نصفيها من هذا الماء ونخليها في المصفات ولا في شي غربال حتى تنشف تماما. فغادي ننتقلوا لتحضير المرق. غادي نوضع اولا زيت الزيتون بالطنجره، وغادي نضيف عليه كميه من اللحم، الكميه حسب الرغبه، كذلك النوعيه ديال اللحم المستعمله. يمكن لكم تستعملوا لحم الماعز او اللحم ديال الغنم او البقري، كذلك يمكن لكم تستعملوا الدجاج، ولا كان الدجاج البلدي يكون احسن. كذلك اللي في المناطق اللي فيها الجمال فيمكن لكم تستعملوا لحم الجمل، واللي باغي يعملوه فقط بالخضر فيستعمل نفس الخطوات لكن غيستعمل فقط الخضر. استعملت هنا حبه بصل، وهذه اضافه اللي تتعجبني دائما بالنسبه للكسكس، اضافه واحد الفص ديال الثوم، يعني هو اختياري، اللي بغى يضيفو يضيفو. عاده ما تدارش الثومه في الكسكسو ولكن تنبغيها تجيني المرقه بنينه اكثر. ضفت الزنجبيل اللي هو سكينجبير، كذلك الكركم اللي هو الخرقوم، الملح، يعني حتى العطريه ديال الكسكسو فهي معروفه وقليله، والفلفل الاسود اللي هو البزار. غنضيف فقط القليل من الماء، وغادي نوضع طنجره على نار اللي هي عاليه، تنقليو هاد المكونات تنشحروهم شويه حتى يتغير لون اللحم، تنبقاو مره نحركو فتيبدا يتصاعد لنا كذلك الرائحه ديال المرق. في هذه الاثناء غادي نضيف 3 لترات من الماء، وكيف ما تعرفوا بان اللحم الاحمر تطلب واحد شويه ديال الوقت في الطياب ديالو، لهذا غادي نسد الطنجره ونخليوها تطيب معنا المده ديال نصف ساعه تقريبا. وغادي ننتقلوا بالنسبه للبلبوله، بعد ما تصفات جيدا من الماء خاصه تشوف تقريبا تماما. في هذه الاثناء لاحظوا معايا الحبات ديال هاد البلبوله ديال الشيشه راها تصبح رطبه، هذا ترجع للعمليه ديال النقع ديالها،
يعني هاد الخطوات خاصكم تتابعوها لإنجاح هاد الكسكس ديال البلبولة. وتنضيف في المرحلة الأولى تنضيف شوية من زيت الزيتون والملح مع الفلفل الأسود اللي هو البزار. تنخلط كل هاد المكونات. ملي تنضيفو الزيت في المرحلة الأولى تنتأكدو أكثر بأن هاد الحبات ديال السميد راها ما غاديش تعجل لينا، ما غاديش تلتصق مع بعضها البعض. وتناخدو الطنجرة ديال البخار غادي ندهنوها بالقليل من الزيت كذلك. فالطياب ديال البلبولة ماشي هو الطياب ديال الكسكس العادي ولا ديال السميد. تبعوا نفس الخطوات اللي شرحت لكم باش تنجحوها. تنوزعوا البلبولة، تنحاولوا نفكوا الحبات ديالها، وغادي نوضعها فوق طنجرة ديال المرق. الغطاء ديال هاد الطنجرة غادي نغلفو بشي فوطة او المنديل باش ما هذوك القطرات ديال البخار ما ترجعش لينا على السميد ديال الشعير. وغادي نخليوها لمدة تقريبا ديال 20 دقيقة حتى تطلع فيها الفورة مزيان. ونقطة اللي خاصني نشير ليها بالنسبة للمرق، من يوصل لدرجة ديال الغليان يعني تيبدا يغلى معاكم، تتخفضوا درجة حرارة المقد إلى متوسطة. بعد ما مرت 20 دقيقة طلعت الفورة في البلبولة، لاحظوا معايا يعني حتى الشكل ديالها تيكون شويه متماسك. هنا الكسكاس ما فيه حتى شي حبه لاصقه. غادي نفكو البلبوله بواسطه ملعقه، فراها سخونه بزاف. بين ما فقدات من حرارتها غادي نستعمل الايادي ديالي. فاكيد لا تبعتوا جميع الخطوات اللي غادي نعطيكم غادي ينجح معكم هذا الكسكس. ولو تكونوا مبتدئين اعطيتكم طريقه اللي هي بسيطه بزاف وفي متناول الجميع. لاحظوا معايا الحبات فهي متفككه تماما. غادي نضيف الان الماء اللي بحراره المطبخ، القياس ديال كاس ونص ديال العنبه اللي تتعادل كوب معياري واحد اللي هو الكاب. فتنخلط من جديد باش نوزعوا هذا الماء على كل حبات سميد الشعير، وتنخليوه حتى تشربوا مزيان. وغادي ندهنوا الكسكاس من جديد بالقليل من الزيت. راه تنوضعوا فقط واحد القطرات اللي تندهنوا بها هاد الكسكاس، وتنوزعوا بشكل اللي هو متناسق. وحنا تنفكوا في هذوك الحبيبات. الزيت اللي تنوضعوا بالطنجره راه ما تيخليش هذاك الماء اللي تيطلع من الفوق يلصق لينا بهذا السميد، وبالتالي باش ما يتعجنش. غادي نضيف مطيشه اللي هي محكوكه بالحكاكه او مطحونه حسب الرغبه. استعمل جوج حبات ديال المطيشات اللي شويه كبار لان البلبوله تتطلب مطيشه دائما. وغادي نعمل الخضر، استعملت خيزو بالقلب ديالو، الا كان عندكم خيزو بالقلب شويه قاسح فزولوه. استعملت كذلك انواع ديال اللفت. الخضرة تنقسموها على جوج ديال الاجزاء، الخضرة اللي تتطلب شويه ديال الطياب، والخضرة اللي دغيا تطيب تنخليوها حتى للفورة الثالثة. كذلك غادي نضيف الحمص، الا كنتو ناقعينه فقط بليله من قبل فضيفوه مع اللحم. عندي هنا الحمص اللي كنت ناقعاه ومحتفظه به بالمجمد، لهذا المده ديال الطهو ديالو تصبح اقل لان المجمد تنقص من المده ديال الطهو. غنضيفو كذلك الفول. فاستعملوا الخضر الموسميه اللي عندكم. وغادي نستعمل ربطه ديال البقدونس، فاستعملتها ربطتها بهذا الخيط اللي هو صحي. تقدروا تستعملوا خيط المطبخ كذلك. وتنفوروا البلبوله ديالنا لمده ديال 20 دقيقه اضافيه. يعني اذا التفويره الثانيه بعد ما طلعت في البلبوله، لاحظوا معايا دائما الكسكاس يبقى لينا نقي بالطريقه اللي عطيتكم. تنفكوا هاد الحبيبات. بين ما فقدات الحراره ديالها شويه غادي نسقيها بالماء مره اخرى. القياس الان ديال كاس ديال العنبه لانها تتكون مشبعه بالماء في المره الاولى. اضفت فقط كاس ديال الماء ديال العنبه اللي هو ثلثي الكوب المعياري، وتنخليوه حتى تشربوا مزيان. وغادي نريحوها، غادي نسموها بالسم المعتق. راه سبق وعملت معكم الطريقه ديال الاعداد ديالو، غادي نوضع عليكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو.
غادي نوزع هاد السمن على البلبولات، تعطينا واحد النكهة واحد اللذة رائعة. وغادي نفوروها للمرة الثالثة. بالنسبة للكسكس كيف ما تلاحظوا معايا راه باقي فيه شوية ديال الزيت، يعني ما غاديش نستعمل الزيت في هذه المرحلة. الا بان لكم ناشف فيمكن لكم تضيفوا ليه واحد القطرات. وحنا تنضيفوا البلبولة دائما تنفكوها وتنوزعوها بشكل اللي هو متساوي. غادي نفوروها للمرة الثالثة والأخيرة، وغادي نسم المرق بالقليل من السمن المعتق اللي هو السمن الحار، وغنضيف الخضر يعني القرعة الحمراء والقرعة الخضراء اللي ما تطلبش المدة ديال الطهو كثيرة. وغادي نفورو هاد البلبولة مدة ديال 20 دقيقة إضافية. ومن بعد غادي نحضروا يعني طبق ديال الكسكسو ديالنا بالطريقة التقليدية. سنوضعوا اولا الكسكسو ديال البلبولة او الكسكس العادي اللي عندكم على شكل هرمي، وتنوزعوا الخضر بواحد الشكل جمالي اللي تكون فاتح للشهية. سنوضعوا اللحم بالاعلى وتنسقيو بالمرق. بالنسبة للاخوات اللي سولوني على العدد ديالنا في ليلة 27، اولا اسألكم الدعاء. تنحضروا الكسكسو وتنقولوا ليه كذلك الطعام، والعاده اللي خلاو ليها لنا الجدود كذلك الاباء ديالنا، تنحضروا الكسكسو للدار وكذلك تنحضروه للجامع يعني كصدقه. والعادات تختلف من منطقه لاخرى، يعني العادات يعني يجب احترامها. فما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والراحه. بعثوا لي بصور تطبيقات، وغدا نلتقي ان شاء الله مع اروع الوصفات.